واجهة مع واجهة الجندوبي على اي اف ام احلى راديو. يلا يا سيدي رجعنا لكم بعد الكريمة، رجعنا لكم نكملوا معاكم حتى نص النهار في الأجواء في الأخبار. عندي العرعود الصغير هذا الذي اقتحم علينا الحصة ما شاء الله، واقتحم علينا برنامج وفك ما شاء الله، فك 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 الدنيا كل. باش نمشيو معاه في أخبار. أشكون قتل سلوحة؟ نعاود تفضل. شكون قتل سلوحة؟ نمشيو بعد سلوحة الميديا ماج. ميديا ماغ على اي اف ام. شفت الاغنيه امي مخلصه فلوس والله ما شاء الله ما وظاهر انت فلوس وزين بميك صوت زين بميك ومن دراك تحط معناها عندك انت سبحان الله جلفه وانت ديما فلوسك برغم معناها تعطي فيهم لاولادك مخبيتهم على امي ما هي قاعده تصرف وانا نعرف بالطبيعه امي ثليه امي ثليه اي امي ثليه تغطي على الشيء اللي بليخت برغم الشيك نتاع الحرقه علي اخويا ليه استنى نقول حاجه برغم لان نعرف الشيك نتاع الحرقه اليوم مخبي ما بين الحاف الرايم تاع بيت النوم هذاك واليوم خبي لي خطبه اخوالي ما فهمتش عليه شحنا كاننا مش من العيله انا وابو غنجه فهمت حد يا اخي انت مش وقت الوحده نتاعك صرفت عليه 3 و4 جوان وما صرفت عليه حتى فرنك هذاك كل من عند عم حبيب خذيتهم افونس يا اخي عمك حبيب ما هو صحاب انا وياه ولا كيفاش ظلينا نحكوا برامج شات الاولاد خكيكه هي بك شكيكه هي اوكي اسمع زيد هو معزم الولد كان ولد الولد غامد زيد يخلف له بالي يخلف له بالي. باش نبداو في اخبار ميديا ماج لليوم باش نبداو نحكيو الحقيقة على عدد من البرامج اختارت انها باش تحكي على القضية الفلسطينية من بينهم برنامج اللي باش يكون في سهرية الليل على قناة التاسعة اللي هو برنامج لمن يسهر فقط اللي قالوا واعلنوا انه باش يكون حلقة خاصة بالمقاومة الفلسطينية وباش تكون فما موجودة حكايات وشهادات وربورتاجات وضيوف والاسبوع القادم لاول مرة باش يقدم حلقة كلها كرونيكرات من فلسطين. هذية الاخبار اللي راج نحكيو زيدا على ملاك البكيري في رونديفو نوف اللي البارح زيدا كانت حلقة خاصة بالقضية الفلسطينية وكان حاضر فيها العديد من الضيوف. قناة نسمة زيدا كانت حاضرة في معناها في تغطية الأحداث بفلسطين وشفنا وفاة طرابلسي، شفنا زيدا فخري سلامي كانوا حاضرين كلهم اللبسين عفوا كلهم الكوفية وحكيوا على ما يحصل في فلسطين. وحتى القناة الوطنية الأولى في النشرة الجوية مقدم النشرة الجوية كان لبس الكوفية وقدم النشرة الجوية. شنو رأيكم؟ باهي برشا باهي باهي برشا نوع من المسانده نوع من جست لمن يسهر فقط الحلقه نتاع اليوم عاديه ظهر لي والحلقه الجايه هي كلها كرونيكوريت من معناتها معناتها فلسطينيين في كل اما اليوم حلقه عاديه فيها مقدمه الاخبار في قناه الوطنيه فيها برشا اخرين موجودين مع نوفل الورتاني اليوم والحلقه الجايه باش تكون كلها كرونيكور دي كرونيكور فلسطيني. تفضل سي عرب. كنت هذه ميديا ماج لليوم. مرحبا شكرا لك.